هذا المسجد ديالنا كاملين، هذا كلنا غادي نكونوا في غير عليه، وان نرى لا نقوم بهدم المسجد وانما نقوم باصلاحه فقط، لا تبديل ولا تغيير، تكون مرتاحه ديفينيتيفمون، ما كاين حتى شي حاجه، لا خوف على مسجد السنه من اي عمليه ومن اي تطول من اي جهه كانت. ان شاء الله الا ساعدتونا نتوما ومشيتوا معنا في الطرح ديالنا، راه ان شاء الله قبل من رمضان غادي يكون مفتوح ان شاء الله. عاد يعني واحد الضوضاء على حساب هذا الهدم المسجد السنه، هادشي اللي تكتب في الصحف هذا الصباح، فهذا غلط، ما كاينش هدم ديال المسجد السنه. الهدم كان كيهم هاد الضاله اللي نتوما واقفين عليها هنايا اللي فوق منكم، هاد الضاله هذه كانت ايله للسقوط. هاد المنطقه هذه من المسجد محبوسه على الصلاه من 2017 من بعد ما دارت واحد الدراسه تقنيه وبينات بانه يعني كتشكل خطر على المصلين. هذه هي المنطقه اللي وقع الهدم ديال الضاله ديالها وكتعاود، يعني هذا هو يعني شنو وقع. الناس شافوا الركام ديال هاد الهدم قدام المسجد، قالوا بان راه المسجد راه صافي غادي يطيحوه. هاد المسجد هذا راه هو في الباتريمون ديال الدار البيضاء وديال المغاربه كاملين، ما يمكنش نجيو نهدموه، وهادشي حنا واعيين به، الوزاره الوصيه واعيه به، يعني ما كاينش هاد الفكره ديال الهدم ما غاديش تكون. حنايا هنايا باش نتمنوا هاد يعني هاد المشروع، ماشي باش نسيئوا ليه، يعني الامور اللي غادي تعطيه عاوتاني واحد الحياه جديده، غتعطيه واحد يعني تردو مرفق صالح للصلاه، صالح للمصلين ان شاء الله للسنوات المقبله. كونوا مرتاحين. كان بودي نوريكم يعني البلانات ديال الخدمه، يعني لي بلون تكنيك ديكزيكوسيون، باش ترتاحوا بان ما كاينش هذا الشيء ديال الهدم. هادو بحال اللي قلت لك كانوا مزايدات، فهمتي، الناس اللي في الجمعيات داروا الدور ديالهم لانهم غادي يشوفوا، غادي يخافوا على البنايات ديالهم، ولكن بعض الصحفيين عاوتاني ما داروش التحرير اللي خصو يدار، ومشاو كيكتبوا يعني كيكتبوا يعني مقالات كتقول بانه ايفيكتيفمون راه غادي تهدم هذا المسجد، وهذا غلط. هادو مزايدات اللي كتغلط يعني الساكنه والراي العام. هذا علاش درنا كان التوضيح هذا، باش ما نقول لكم بان ما كاينش هذا الشيء ديال الهدم. المسجد راه هو قائم وغادي يبقى قائم، غادي يكون يعني ترميم ديال الامور اللي خصها ترمم، والاصلاح ديال الامور اللي خصها تصلح باش يولي مرفق في المستوى العالي. حنا اليوم غادي نديروا هذا العمل هذا باش نديروا واحد الضاله اللي هي سيكوريزي، لانها يعني لا نورم، وغادي الناس ان شاء الله غادي يقدروا يصليوا. الاوبجيكتيف هو يكون المسجد يعني في شهر رمضان ان شاء الله يكون مفتوح للمصلين، ولكن كانوا اضرار اخرى، يعني لا في الماء ما كيوصلش للحمامات، لا الضوء ما كافيش، هاد الامور كامله غادي تعالج. مي يعني في اي 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 يعني او كان ماما قلنا غادي نديروا الهدم ديال السمعه ولا ديال، ماشي مشكل، هذا غير يعني بيان الاشغال حنا عارفينهم، يعني الاشغال اللي غادي تكون هنايا سي بلوتو يعني لا ريبريز ديال لي لو تكنيك، الماء، الضوء، ليتونشيتي، لا بلومبري، لا سونوريزاسيون، و بيان سور المراحيض خصها تولي في المستوى ديال المرحاض ديال المسجد اللي يستاهل هذا المسجد هذا.